الافلام الاخيره طب يا فندم، ايه اللي في وجهه نظر حضرتك بيجعل اثيوبيا تستجيب لوجهه النظر المصريه اذا كانت هي بالفعل لديها سد تستطيع شراء الوقت كما تريد، تستنفذ الجانب المصري كما يبدو على الاقل على السطح في مفاوضات وفي النهايه هي بتبني السد؟ والله يا فندم احنا طلبنا من الجانب الاثيوبي ان يتفاوض معنا حجم السد، يجب ان نبدا تفاوض سريع، ومن ضمن بنود التفاوض ايقاف العمل في السد لحين الانتهاء من الدراسات التي تثبت عدم الضرر. يعني مجموعة من الشروط يجب أن تكون موجودة عند المفاوض المصري وبمطالب. والله إذا لم يستجب الجانب الأثيوبي لهذه المطالب نبدأ في طلب لجنة فض منازعات ونحن على نزاع دولي مع الجانب الأثيوبي حول هذا السد. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور علاء ظهري استاذ الهيدروليكا وخبير السدود بكليه الهندسه بجامعه القاهره، وبطرح نفس هذا السؤال على دكتور مغاوري شحاته خبير المياه. بسال حضرتك يا فندم، هل علينا بالفعل ان نقفز الى المرحله اللي اشار اليها دكتور علاء، ان نعلن اننا في حاله نزاع مع اثيوبيا ونطلب التفاوض وندخل المساله في اطار دولي؟ والمفروض حان الوقت لان تكون هذه المساله في اطار دولي، وذلك بتداخل أطراف خارجية الآن للضغط على أثيوبيا أو لمساعدة أثيوبيا فيما يتعلق بإنشاء سد النهضة تحديدا. ولنا في تصريح رئيس وزير خارجية تركيا المثل، هناك إذن تدخل من دولة أجنبية خارج نطاق الحوت وخارج نطاق دول المنابع بتعرض مساعدتها على أثيوبيا بقصد الإضرار بموقف مصر المائي وأمنها الغذائي ومستقبل شعبها. مسألة إذا تحتاج إلى خرجت عن نطاق العلاقة داخل حوض نهر النيل وأصبحت في مرمى التدويل لهذه المشكلة من خلال لجان فض المنازعات أو من إدارة أزمة دولية أو غير ذلك من هذه الاعتبارات طبقا للقواعد والأعراف الدولية المعمول بها في هذا المكان. طب دكتور نصر علام ودكتور علاء ظهري اتفقا على ان اثيوبيا بتحسن في هذه الازمه حتى هذه اللحظه استغلال الوقت وانها على وشك ان تضعنا امام امر واقع، هل توافقهما على هذا الكلام دكتور؟ نعم، تاريخيا اثيوبيا تحسن استخدام الوقت منذ سنه 1999 وهي تفرض شروطها على المفاوض المصري وهي تاخذه الى هذا الموقف الحرج بموافقته على مجموعه من المطروحات التي تمت سواء في بخصوص انشاء سدود اربعه لم تكن معرفه في ذلك الوقت، وبخصوص التوقيع على اتفاقات وعرض مساله الامن المائي والتنازل عن استخدام الحقوق التاريخيه وغير ذلك من المصطلحات التي اضرت بمصر. اثيوبيا بالفعل نجحت في فرض الامر الواقع على مصر حتى الان، لانها تستخدم الامور بذكاء وربما بسوء نيه، ونحن نتعامل بحسن نيه لا اعرف من اين مصدرها في المفاوض المصري الان. واليوم من خلال برنامجي في الحقيقه اناشد الدكتور محمد عبد المطلب تحديدا في ان يستفسر من الجانب الاثيوبي عن ماذا دار في مفاوضات الجانب التركي مع الجانب الاثيوبي بخصوص سد النهضه، ولا يكون ذلك تدخلا في الشان الداخلي او شان او ما يتعلق بسياده دوله اثيوبيا. الموضوع كان كما طرح المناقشه دور او مساعده اثيوبيا في سد النهضه، لابد ان يطرح السؤال ما هو الدور التركي في هذه المساعده وربما ما هو الدور القطري. هل احنا متاخرين هنا بخطوات يا فندم؟ يعني احنا لم نقفز الى الاطار السياسي، هل المساله تدور الان في اطار الخبره والجانب التكنوقراطي الخاص بوزاره الري ولم يدخل الجانب السياسي على الخط؟ هي تدور في ذلك، لكن الدافع في الاصل السياسي. ما دور تركيا؟ هل طلبت تركيا؟ هل طلبت اثيوبيا من تركيا مساعدتها فنيا؟ هناك شركه ساليني التي تقوم بتنفيذ هذا السد، لم تطلب مساعده من الجانب التركي، لكن الجانب التركي اقحم تطوع واعلن هذا التصريح الذي يبدو عدائيا. نعم؟ تطوع واعلن تصريح يبدو عدائيا. نعم، تصريح يبدو عدائيا قطعا، تصريح وزير خارجيه تركيا ووزير خارجيه اثيوبيا في مد يد المساعده، والتجربه التركيه هي تجربه مسيئه في حد ذاتها للعلاقات او في سد اتاتورك وعلاقه تركيا بنهر الدجله ونهر الفرات، وهي لا تعتبرهم انهار دوليه، هي تعتبرهم انهار محليه منبعها في تركيا. وللاسف ان بعض المصريين يرددون الان ان الانهار التركي نهر الدجله والفرات ليست انهار دوليه، وربما يكون هناك دافع يدفع اثيوبيا الى ان تعلن ان نهر النيل الازرق ليس نهر دولي، وعندها ستكون الطامه الكبرى. وكيف سيدافع الذين يعرفون مفهوم النهر الدولي ومجرى الماء الدولي الان في هذا الوقت الحرج في مصر؟ نحن احيانا ندفع مصرنا الى الهاويه وبايدينا وبايدي الغير متخصصين الذي نناشدهم ان يمتنعوا عن الحديث فيما لا يخصهم.
شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه. ومشاهدينا كان من المفترض أن نطلع على ما يحدث في إثيوبيا في هذه اللحظة عن ما الذي المفاوضات، طبيعة المفاوضات التي يجريها وزير الري المصري هناك. كان لدينا موعد مع الدكتور خالد